السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سارت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم المناطق، واستمرت رياح البوارح بالهبوب في الأجزاء الشرقية من المملكة، لكن بشدة أقل من الأيام الماضية. تفاصيل أكثر سنستعرضها في هذه النشرة، لكن لا سنبدأها بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث خلت عموم مناطق المملكة من الغيوم. لاحظوا هنا هذه بقايا الموجات الغبارية التي أثرت على الأجزاء الشرقية من المملكة. سرعة ما تحركت هذه الموجات الغبارية جنوبا نحو الربع الخالي وأيضا الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة. خلال الساعات القادمة يتوقع أن يتجدد تشكل هذه الموجات الغبارية من جديد في المنطقة الشرقية، وتتحرك أيضا بنفس هذا الاتجاه نحو منطقة الإحساء وأيضا الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة. تفاصيل أكثر حول الرياح والموجات الغبارية وأماكن تأثيرها وشدتها نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. يوم الثلاثاء تهب رياح البوارح أيضا في الأجزاء الشرقية من المملكة، لكن بأقل حدة من الأيام الماضية. تتراجع هذه الرياح على منطقة الرياض، وبالتالي تستمر فرص الأتربة المثارة في الأجزاء الشرقية، تحديدا شرق حفر الباطن والأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الإحساء. يوم الأربعاء أيضا تعود وتهب رياح البوارح في عموم الأجزاء الشرقية من المملكة، ويعود تجدد تشكل الموجات الغبارية وبالتالي التدني في مدى الرؤية الأفقية. لكن يوم الخميس تشتد هذه الرياح من جديد، أي رياح البوارح، وتتشكل موجات غبارية قوية مجددا في عموم شرق المملكة، تشمل حتى العاصمة الرياض، وبالتالي هناك فرص قوية أو عالية لتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية على كل من حفر الباطن، عموم المنطقة الشرقية، أجزاء من شرق القصيم وأيضا شرق المنطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض، منطقة الإحساء الربع الخالي، ثم لاحقا تتحرك هذه الموجات الغبارية نحو الأجزاء الجنوبية الغربية. يوم الجمعة أيضا تستمر رياح البوارح بالهبوب على عموم شرق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، وتكون هناك موجات غبارية أيضا وتدني في مدى الرؤية الأفقية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بشكل عام، 33 درجة مئوية كحرارة مقاسة، الملموسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء طقس صافي مع 43 درجة مئوية الصغرى، 31 درجة مئوية. يوم الخميس يتجدد هبوب رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار، طقس مغبر مع 42 درجة مئوية الصغرى، 30 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا يستمر هبوب رياح البوارح مع 41 درجة مئوية وأجواء مغبرة، أما الصغرى 29 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية. اليوم غد نبدأ في المنطقة الشمالية، تبوك طقس صافي 37 إلى 23، سكاكا 38 إلى 25، وعرعر 39 إلى 24 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو جدة، تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 29 درجة مئوية، المدينة المنورة 43 إلى 32، مكة المكرمة 43 إلى 29، والطائف فرصة لزخات رعدية أو زخات من الأمطار مع 34 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، إذن فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات الجبلية خلال ساعات الظهيرة والعصر، أبها 31 إلى 21، الباحة زخات رعدية من الأمطار 30 إلى 22، وجازان تفرق لبعض الغيوم 37 إلى 30 درجة مئوية. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، طقس صافي مع 41 إلى 32 درجة مئوية، حفر الباطن 43 إلى 28 مع رياح نشطة وأتربة مثارة، الإحساء أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة بفعل رياح البوارح مع 46 إلى 33 درجة مئوية. نذهب الآن نحو المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 43 إلى 31، بريدة أيضا طقس صافي 43 إلى 27، وحائل 39 إلى 24 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.